من الشعر حكمة. مرحوم بإقالة خالد بن الوليد، سرقوا منا الزمان العربي، سرقوا منا الزمان العربي، سرقوا فاطمة الزهراء من بيت النبي. يا صلاح الدين، باعوا النسخة الأولى من القرآن، باعوا الحزن في عيني علي. يا صلاح الدين، باعوك وباعونا جميعا في المجاد العلوي. سرقوا منا الطموح العربي، عزلوا خالد في أعقاب فتح الشام، سموه سفيرا في جنازة يلبس القبعة السوداء، يستمتع بالتجار والكافيار، يرغي بالفرنسية، يمشي بين شقراوات أوروبا كديس ورقي. أتراهم دجنوا هذا الأمير القرشي؟ هكذا تحصى البطولات لدينا يا بني. سرقوا من طارق معطفه الأندلسي، سرقوا منه النياسين، أقالوه من الجيش، أحالوه إلى محكمة الأمن، أدانوه بجرم النصر. هل جاء زمان صار فيه النصر محظورا علينا يا بني؟ ثم هل جاء زمان يقف السيف به متهما عند أبواب القضاء العسكري؟ ثم هل جاء زمان فيه نستقبل إسرائيل بالورد وآلات الحمائم والنشيد الوطني؟ لم أعد أفهم شيئا يا بني، لم أعد أفهم شيئا. رهنوا الشمس لدى كل المرابين، وباعوا بالبلاليم القمر، كسروا سيف عمر، شنقوا التاريخ من رجليه، شنقوا التاريخ من رجليه، باعوا الخيل والكوفية البيضاء، باعوا أنجم الليل وأوراق الشجر، سرقوا الكحل من العين، وباعوا في عيون البدويات الحور. أجهضونا قبل أن نحبل، أجهضونا قبل أن نحبل، أعطونا حبوبا تمنع التاريخ أن ينجب أولادا، وأعطونا لقاحا يمنع الشام بأن تصبح بغدادا، وأعطونا حبوبا تمنع الجرح الفلسطيني أن يصبح بستان نخيل، ومرضوانا بقتل الخيل أو قتل الصهيل، وسقونا من شراب يجعل الإنسان من غير مواقف، ثم أعطونا مفاتيح الولايات وسمونا ملوكا للصواريخ. يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، هل تسمع تعليق الإذاعات؟ وهل تصغي إلى هذا البغاء العلني؟ أكلوا الطعم، أكلوا الطعم وبالوا فوق وجه العنفوان العربي. ما الذي يجري على المسرح؟ ما الذي يجري على المسرح؟ من يجذب خيطان الستار المخملي؟ من هو الكاتب
لا ندري، من المخرج لا ندري، ولا الجمهور يدري. يا بني إنهم خلف الكواليس، إنهم خلف الكواليس وهم يغتصبون امرأة تدعى الوطن، ويبيعون الخلاقيل برجليها، يبيعون البساتين بعينيها، يبيعون العصافير التي تسكن في نافذة النهدين من بدء الزمن، ويبيعون بكأسين من الوسكي أملاك الوطن. سرقوا منا الزمان العربي، أطفأوا الجمر الذي يحرق صدر البدوي، علقوا لافتة البيع على كل الجبال، سلموا الحنطة والزيتون والليلة وعطر البرتقال، منعوا الأحلام أن تحلم، ساقوا كل أنواع العصافير التي تكتب أشعارا إلى السجن. فهل جاء زمان صار فيه كل من يحمل صندوق سلاح كالذي يحمل صندوق حشيش يا بني؟ ثم هل جاء زمان أصبح التحرير والتخدير فيه توأمين؟ ثم هل جاء زمان أصبح الفعل به ضد اليدين؟ ثم هل جاء زمان صار فيه الحرف ضد الشفتين؟ يا صلاح الدين، يا صلاح الدين، هذا زمن الردة والمد الشعوبي القوي، أحرقوا بيت أبي بكر وألقوا القبض في الليل على آل النبي، فشريفات قريش صرنا يغسلن صحون الأجنبي. يا صلاح الدين، ماذا تنفع الكلمة في هذا الزمان الباطني؟ من الشعر حكمة.